ليعلم أن صلاة الاستسقاء لها صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. الأول أنه صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى ووعدهم في يوم من الأيام فخرجوا. الثاني أن يستسقي الإنسان وحده في المسجد يرفع يديه كما ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، كان جالسا في المسجد ورفع يديه وحده واستسقى كما جاء عند أبي داود. الثالث أنه صلى الله عليه وآله وسلم عند باب المسجد النبوي من الخارج رفع يديه واستسقى كما جاء عند أبي داود. الرابع أنه صلى الله عليه وآله وسلم على منبر مسجده من غير صلاة وفي غير يوم الجمعة استسقى عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن ابن ماجه. الخامس أنه صلى الله عليه وآله وسلم استسقى على منبر الجمعة كما جاء في الصحيحين ورفع الصحابة أيديهم كما جاء عند البخاري لما استسقى. أما رفع الأيدي حال دعاء الخطيب في غير الاستسقاء فهو خلاف السنة كما جاء عند مسلم. إذن هي صفات، عليك متى ما رأيت الناس بحاجة إلى الاستسقاء فارفع يديك كما وردت بذلك السنة عنه صلى الله عليه وآله وسلم.